المسائل الثلاثة. مسألة تنگ باي. المسألة الأولى أننا لابد أن نفرد الله بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. مسألة تيموي ريكو جي بانيا تيموي كي ين ترو جي جي تا الله سبحانه وتعالى تيموي كوت الله سبحانه وتعالى كي جي نأ دار بنكار الله سبحانه وتعالى جي نأ دا ين ترو إبادت تجفو كوات هاي الله سبحانه وتعالى تيموي كوت دا ين من ترو شريك تجفو الله سبحانه وتعالى لاي. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا أي أحد. مسألة تيبي كيين ترو دنتا يين من ترو إبادة ترو يمبو نعناب سين أمبي الله سبحانه وتعالى تي دوشي نبي دوشي أمبياء دوشي فراء علماء يين من ترو إبادة ريكو كروب سكارة ترو يمبو بوكيلا. المسألة الثالثة بنهاتي باي لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. جام باي ترو يين أوي مين كي أوي جمو تهي كم أوي لم إين نوبي دا يين تم نأ تم نون ريكو فأوي موي جي موي نعناب سين نفي لهم بالعهود، العهد اللي بيننا وبين، يعني لا تعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. هاي كم بمن جانتا أو ين رن تتن جموي كي رهوت طال تمين كا كاب سملاب أري كم مين كا برحجا سي ينبي بكا تنغهنا. ومع هذا جموي كنين هداي لا نتعرض لهم بالتعدي، ما نتعدى عليهم. نعم ين كم تأج متا كم تفي أويدا هو حيث جيموي نن بوكي تنگ اه نو ندعوهم الى الله كي ين ترو امبيو نيو ري كو ناي نوم ببول بوكي اوي لا لا نشاركهم في اعياد في احتفالات في لباسهم هاي اوي دا سمكان ين كو چنگ چام ين من ترو جو روم جيموي بوكي نو رول بركانا هاي دال كي من انويان دو لاي ندعوهم الى الله ونخاف عليهم من النار ننصح لهم ين امبيو نيو ري كو ببول كي ترو كلو الله គឺយើងប្រាប់គេហើយយើងខ្លាចពួកគេចូលក្នុងនរករបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡា